نروح اطمن على فريق صن داونز اللي وصل خلاص صباح اليوم للقاهره من خلال الاستاذ خالد علي منسق فريق صن داونز. يا استاذ خالد اهلا بيك. ازيك كابتن هشام؟ عامل ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. عايزين الحمد نطمن لله. طبعا على بعثه صن داونز والاستعدادات وبرنامج الفريق حتى موعد المباراه. الفريق وصل النهارده على خطوط المصريه الصبح الساعه 5:30، وصلوا الفندق حوالي الساعة 7، فطروا وعندنا راحة سلبية النهاردة. البرنامج بتاعنا هيبدأ من بكرة إن شاء الله، تمام. تمرين الساعة 6 وتمرين التمرين الأساسي إن شاء الله هيكون يوم الخميس، لأن ملعب استاد القاهرة هيكون يوم الجمعة في مباراة بالظبط. تربي ترجي مع الزمالك. تربي مع الزمالك، فالكاف طبعا اكيد احنا فاهمين الحاجات دي، فاحنا هنتمرن قبل المباراه بيومين التمارين الاساسيه بتاعتنا على استاد القاهره يوم الخميس، ويوم الجمعه عندنا تمرينه، وان شاء الله المباراه يوم السبت. الامور لحد دلوقتي الحمد لله كلها كويسه، البعثه طبعا كامله ناقصه افونسو وناقصه مورينا علشان الاصابه. في لعيبه ليبوسا ولانجرمان لسه ان شاء الله لسه مش جاهزين، فان شاء الله لكن ممكن يكونوا جاهزين على المباراه، ممكن يكونوا جاهزين على ميعاد المباراه. الدكتور اللي هيحدد الحاجات دي. فبالنسبه لدلوقتي الدنيا الحمد لله تمام يعني. طيب عايز اتكلم بالتحديد على موسيماني وبالتحديد استعداداته لهذه المباراه، بيفكر فيها ازاي؟ هل في ذهنه مثلا الانتصار الكبير اللي حققه على النادي الاهلي السنه اللي فاتت؟ هل في استراتيجيه معينه هيلعب بيها مباراه الذهاب تحديدا مع الاهلي؟ اكيد المباراه اللي فاتت خلاص دي صفحه وانطوت، ما بيفكرش فيها، بيقول للاعيبته طبعا ان المباراه دي مش هتتكرر، عارفين الكلام ده كويس. اي حد عارف ان الموضوع ده كويس جدا. كل مباراة وليها ظروفها، كل مباراة وليها الوقت اللي هي بتتلعب فيه، الاستعدادات النفسية للفرقتين، الاستعداد البدني للفرقتين، ازاي كل كوتش يقدر يجهز لعيبته ويحدد الخطوط العريضة اللي هو هيشتغل عليها. فنيات طبعا احنا ما ينفعش نتكلم فيها، الكوتشز اكيد كل واحد عنده الخطة بتاعته هيعمل ايه في المباراة، يقدر يسوق المباراه بلغه الكوره للي يقدر يكسب بيه. فالمباراه اكيد المباراه هتكون قويه جدا. مباراه هتحدد بشكل كبير اكيد الفريق اللي هيصعد. الفريقين بيلعبوا كوره كويسه جدا. الفرقتين عندهم عناصر تصنع الفارق، زي ما موجود في النادي الاهلي موجود في نادي صن داونز. وان شاء الله التوفيق للفريقين يعني. امتى موسيماني بدا دراسه النادي الاهلي؟ وعايز اخد برضو تعليقه على ما حدث بالامس بخصوص مباراه الاهلي والزمالك وعدم تواجد نادي الزمالك في مباراه القمه. موسيماني شغال على النادي الاهلي من قبل القرعه. كان شغال على ثلاث فرق، كان شغال على الاهلي وعلى الزمالك وعلى الرجاء البيضاوي. اتفرج على اكثر من 10 مباريات للنادي الاهلي. طبعا شغال مع الاناليست ومحللين الاداء، فسايبهم دلوقتي في ميتنج. فالمباراه طبعا ليها اهميه كبيره جدا 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 عنده، واكيد في حاجات فنيات زي ما قلت لحضرتك، هو الهيد كوتش. بالنسبه للمباراه امبارح واللي حدث في مباراه امبارح، اكيد هو عارف بيها واتبلغ بيها لما وصل. فتعليق ما نقدرش نقول تعليق يعني، حضرتك عارف وكل الناس عارفه انه مفيش تعليق. كانت مباراه بالنسبه للنادي الاهلي كانت هتبقى بروفه قويه، لان داخل على مباراه قويه، مباراه صن داونز. احنا اتفرجنا على مباراه الاهلي والزمالك في ابو ظبي، كنا موجودين في ابو ظبي اتفرجنا على المباراه من الملعب. زي ما قلت لك وهنقول لك قبل كده، الاهلي كتاب مفتوح لفريق صن داونز، تمام، زي ما صن داونز المفروض يبقى كتاب مفتوح للنادي الاهلي. اكيد اكيد.
لازم الهيد كوتشز يشتغلوا على نقاط الضعف بتاعه الفرقه المنافسه. لازم يبقوا عارفين هو هيلعب على ايه. اكيد بيتسو موسيماني عارف نقاط القوه ونقاط الضعف في النادي الاهلي، زي ما ريني فايرا عارف نقاط القوه ونقاط الضعف في فريق سان داونز. فاكيد زي ما قلت لك هي مباراه لو هنسميها نسميها ديربي بين الجنوب وبين الشمال. اكيد فرقتين بيلعبوا كوره، فرقتين ما كانوش يستحقوا ان هم يلعبوا كوره الثمانيه، بس القرعه كنا ممكن نتقابلنا في ادوار ثانيه بعدين، بس نصيبنا بقى وانا بالذات نصيب الاهلي دايما معايا فمش عارف. البعض فسر الابتسامه بتاعتك بعد القرعه بشكل مختلف، انا عايز اعرف التفسير الحقيقي ليه بعد معرفتك بنتيجه القرعه مواجهه الاهلي وصن داونز. يا كابتن اول حاجه انا قلتها تكرارا ومرارا، حضرتك تعرفني كل الناس في النادي الاهلي يعرفوني، انا اهلاوي اب عن جد. تمام. فلما نبقى موجود في فرقه طموحهم وحلمهم وكيانهم ان هو بيقول لك نفسي يتحط الستارز اللي على الباتش بتاع النادي الاهلي، احنا لسه نجمه واحده، يبقى نفسنا نبقى ده، اكيد بالنسبه لهم النادي الاهلي حلو. لما يجي ويكسب النادي الاهلي اكيد انا بالنسبه لهم ان هو النادي الاهلي، انا دايما دايما اي حاجه بنمثلها بنمثل النادي الاهلي، بنقول له النادي الاهلي كذا، دايما النادي الاهلي الهيستوري بتاعي اللي انا بناخده ونقول عليه، فهم دايما حتى النادي الاهلي معظمهم المره اللي فاتت طلبوا مني تيشيرتات للنادي الاهلي. فبالنسبه لهم النادي الاهلي قيمه وقامه كبيره جدا. الناس هتيجي تقول لك الراجل ده بيتكلم، لا انا بنتكلم علشان انا في المطبخ. الكلام ده بجد موجود. فلما بيجي موجود يقول لي النادي الاهلي لما كسبنا المره اللي فاتت انا مبسوط وزعلان، مبسوط وزعلان. بس لما يجي يقول لي النادي الاهلي وزي ما يقول بيعايرني بقى ان انا كسبتك وان انا كذا، فاحنا دايما ده موجود، موجود في الفرقه حتى بعد المباراه اللي فاتت لسه دلوقتي. فانا ما كنتش عايز الكلاش ده يحصل. انا واحد من الناس ما كنتش عايز نلعب النادي الاهلي. ما كنتش حابب تلعب النادي الاهلي؟ لا مش حابب نلعب النادي الاهلي طبعا. لا مش حابب نلعب النادي الاهلي. ليه؟ النادي الاهلي ليه حسابات خاصه. لا النادي الاهلي فرقه بطوله. النادي الاهلي اللي حدث السنه اللي فاتت ما يحصلش تاني. تمام. انا حتى بنقول لهم لو لعبتوا الاهلي 1000 مره انسى انك تكسب الاهلي تاني. حتى مني ليه ما بنبقى قاعدين ده بيحصل. وبنقولها قدامهم وهم عارفين ان انا حتى المدرب كل اللعيبه كل الناس عارفين ان انا بشجع النادي الاهلي. بس طبعا زي ما قلنا شغلك اكيد شغلك طبعا. فهو انا بالنسبه لي ابتسامتي ان انا ما كنتش عايز حظي يقع مع النادي الاهلي، ففي اخر لحظه دي ديزي كوره طالع بيسحب القرعه فهو جنبي، بليز ما تسحبش النادي الاهلي، بليز ما تطلعش النادي الاهلي، بليز ما تخليش النادي الاهلي يلعب مع صن داونز. فطلع سحب القرعه، لقيت اما شاف النادي الاهلي ثلاث او اربع ثواني لما فتح الورقه انا قلت انه خلاص ده صن داونز، انه فضحكت حسيت يعني ان انا لا يعني ما ده لو الحظ انت طالبه مش هيجي. فكده كانت لا طبعا جمهور الاهلي، انا واحد من جمهور النادي الاهلي يعني اكيد. طيب عايز اتكلم بالتحديد عن نقاط القوه في النادي الاهلي من وجهه نظر الجهاز الفني لفريق صن داونز، تتمثل في مين؟ بالنسبه طبعا اكيد رمضان صبحي، قفشه، تمام، حسين شحات، مروان محسن، كل عناصر النادي الاهلي، كل عناصر النادي الاهلي القوه اللي بيعملها حساب اكيد رمضان صبحي. رمضان صبحي. طيب هل في استراتيجيه معينه هيلعب بيها مباراه الذهاب؟ يعني مثلا هيبقى في تحفظ دفاعي لموسيماني، هيلعب مباراه مفتوحه امام النادي الاهلي في استاد القاهره، ولا التفكير ازاي يعني؟ اكيد هو تحضيره، انا ما دخلتش في فكره، بس من ضمن السفريات الكتيره اللي احنا بنطلع نلعب فيها بره مثلا مع الوداد، مع اتحاد العاصمه، مع الترابي قبل كده، هو فكر مدرب صن داونز فكر هجومي، لانه طبعا هو كان لعيب كوره وكان مهاجم، فهو فكره هجومي، هو مش بيدافع. تمام. فهو طبعا حسب سير المباراه، بس هو فكره هجومي. هو بيلعب كوره للكوره، وفي نفس الوقت خد خلاص الخبره الافريقيه في بطولات افريقيا دلوقتي، بقاله يعني 5 سنوات دلوقتي ورا بعض، فخلاص الخبره بدات
تاخد يعني، بقينا نتكلم ونقول له انه مثلا شمال افريقيا ليها حسابات معينه. فالحمد لله هو دلوقتي بيعلم لعيبته وبيدرب لعيبته خلاص، وعايز يجي من مباراه. فده ممكن تشوفه في مباراه يوم السبت. طيب عايز اتطرق شويه لجزئيه بعض المشاكل الاداريه او اللي بتتمثل في تجديد عقد موسيماني مع فريق صن داونز. هل ده امر بيشغل تفكيره قبل مباراه الاهلي، ولا الامور حسمت ولا لسه؟ هو ما فيش مشاكل اداريه، هو الكوتش اللي لسه ما عملش ساين، الكوتش لسه ما مضاش، الاوفر موجود لاربع سنين قادمين. هو الكوتش طبعا عشان عنده مباراه هامه فاجل يعني صن داونز مقدم له العرض لاربع سنين قادمين كمان، فهو مأجل العرض من بعد مباراه الاهلي الذهاب والاياب. وشبه متفقين انه 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 الدنيا تمام، بس هو لسه ما مضاش، هو عقد ينتهي في شهر مايو 2020 من نهايه البطوله يعني. 2020 مايو نهايه البطوله. تمام، نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، ونتمنى لكم اقامه سعيده طبعا في مصر قبل مباراه الاياب. يا استاذ خالد انا بشكرك شكرا جزيلا، استاذ خالد علي المنسق لفريق صن داونز.